مساكم الله بالخير. هذا تراب مسك الغزاء، معروف باهظ الثمن، غالي مرة مرة مرة، الجرام يوصل لـ400 ريال كحد أدنى، وما يقل غلاء ولا جودة ولا فخامة عنه الورد الطائفي، النخبة الأول إنتاج 1442. ونكمل الفخامة بدهن عود هندي قديم فخم فخم، والله يلا يلا محصلينه، ما حصلنا يعني كثير حتى، هذا اللي موجود بس نبي نركب بها خلطة ما حصلت ولا سارت أبدا أبدا. دهن ورد طائفي، دهن عود هندي قديم بدون زنخة، نظيف مرة مرة مرة، ومسك الغزاء، بنركبها إن شاء الله ونجربها وبعدين إن شاء الله نعرض لكم إياها. قبل تقريبا 3 سنوات أنا سويت هذه الخلطة، بس بعدها أنا ما عاد سويتها لأنه ما عاد فيه تراب مسك غزال نظيف، ما عاد فيه دهن ورد، معذرة، ما عاد فيه دهن عود هندي نظيف قديم معتك، ما قدرت أسويها بنفس الفخامة اللي سويتها أول. اليوم إن شاء الله بنسويها وأفضل، لأن دهن الورد السنة هذه ما جاء زيه أبدا قبل، فاخر فاخر فاخر، وبيعطي فخامة غير. طبعا هذا جهاز الخلطة المغناطيسي أفضل خلط في هذا الجهاز، يعطيك خلط رهيب مرة. حطينا تقريبا $5 بنجهز في الخلطة هذه، دهن العود الهندي القديم، دهن الورد الطائفي النخبة الأول، وتراب مسك الغزاء. بنحط الحين معاهم الأداة، أداة الخلط، على طاولة بي أداة الخلط هذه بنحطها الحين وبنبدأ نخلط إن شاء الله. يستمر جهاز الخلط المغناطيسي بالخلط بهذه الطريقة، وعشان نحافظ على جميع مكونات الخلطة ونحافظ على قوامها وريحتها نغطيها خلاص تستمر في الخلط. أي إضافة ودنا نضيفها من المكونات الموجودة داخل الخلطة نضيفها الآن، والجهاز الخلط المغناطيسي يعمل. يعني بغينا نضيف مثلا ورد، بغينا نضيف مسك غزال عشان لين توصل الدرجة اللي نبغاها. ودي أضيف الآن ورد، خلاص أضيف وجهاز الخلط المغناطيسي يعمل زي كذا. نقفل ويستمر جهاز الخلط المغناطيسي في الخلط وبعدها نجرب. وهذه نقطة مهمة وقت الخلط، لازم انها تغلق العبوة وبإحكام وقت الخلط. شوف هذا جهاز الخلط، هذه الوصلة هي اللي تدور جوا، اللي هي المغناطيسية اللي صورنا لكم اياها اول. تبدأ بتحريك المكونات كاملة، بس الدهن قديم عشان كذا ثقيل ما يتحرك بسرعة. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود، واستمع
يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. انتهت الخلطة فاخرة فاخرة فاخرة. الحين نطلع أداة الخلطة المغناطيسية من جوا. تكفى يا ابو خالد ربع توله تكفى جعلني فداك امسك لي ربع توله جعلني فداك يا ابو خالد ارسلها لي.